طريقة غسيل الكوارع والفرشة والمنظار مع الأستاذ بطوط، اغسلهم ازاي؟ تحطها في طبق واسع، الله الله الله، حلة أو أي حاجة عندك، وتروحي حطها وتحطي ملح تنك تغسلي بإيديك جيدا لحد ما تلاقيها بقت جميلة أصلا، وهي حلوة جميلة أصلا كمان، بس عشان لو ريحة ولا حاجة ما يبقاش، ما تحطيش خل، لأن الخل لو حطيتها هيبقى له ريحة في الطعام أصلا. الله الله، ولا ملح والليمون أفضل حاجة. الله الله الله، تسلم إيديك يا أستاذة بطوط، الله الله الله، الجمال ما شاء الله. بعد كده بقى تحطيها، تغسلها وتحطها في الشنطة على قد الوجبة، عند المنبر هكذا، عايزة تقطعها على قد ما انت عاوزاه، كبير صغير خليه زي ما انت عاوزاه، والكرشة كذلك تقطعها زي ما انت عاوزة، ما هما دي جاهزة متقطعة ما شاء الله. الله الله، جميلة جدا، تغسلها زي ما انت عاوزة، لما تشتريها تروح حاطها بقى في الشنطة في في الفريزر. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله، الله الله الله، الله. الأستاذة بطوط، الله الله الله، بارك الله في والديك الكرام، وصلح لهم وبالهم، واسترهم الدنيا والآخرة بكمال، وصلح العباد والبلاد، واقتنع المسلمين أجمعين يا رب العالمين، مش عايزة كده، صلح البال يا رب، عشان الناس تتعلم، نتعلم من بعضنا. الله 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 الله، تسلم إيديك يا أستاذة بطوط، الله 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 الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله، يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، الله على الجمال.